هلا صرنا جاهزين، خلينا ناخذ الشنطة ونطلع. اليوم سبت بعد مليون سنة شغل، قررت انزل على المدينة القديمة واصور بستوكهولم. بدي اعمل شيء ثاني اللي هو انه صور عشان مقابل لشغل جامعة. انا كنت اصلا مقرر انه اعمل هذا الشيء، فانه ليش ما اخذ مصاري واعمله بنفس الوقت؟ فحجرب اقدم وشوف اذا زبطت زبطت، ما زبطت عادي يعني حسوي حالتين بالسويدي. فا اوكي طبعا هذا التيك رقم 2 للفيديو. اول شيء كنت عم اصور بعدين الغدة تخلي الواحد يزد ما بيحس بشكل جيد، ف قررت انه ما ارجع اصور الا بعدين تفرجت على جو حطاب وكيف الفيديو اللي عمله تحمست كثير، فقلت ليش ما اسوي نفس الفيديو؟ انه ما في كثير فيديوهات عن المدينة القديمة هون بالسويد، فخليني اسوي واحد كويس، فخلينا نحاول. طبعا بما انه انا قلت قديمه فانت تتخيل واو ايش قد صار له معناته. هي من 1600 ل 1800 بلش ينبنى، وهي اصلا عباره عن جزيره صغيره بعدين بس انبنوا عليها جسور فصار الناس تقدر تروح وتجي، بس يعني كثير حلوه. هلا راح نوصل على المدينه القديمه بس حنيجي من ورا، كنت قبل شوي هونيك ورجعت، بس راح نعمل فيديو احسن من اللي عملناه. هلا وصلنا، هاي بدايتها تقريبا او من الاخر. طبعا بما انه عم نمشي على اليمين على اليسار دائما في بارات وفي مطاعم. كان في محل هونيك بيع اراجيل او مو بيع اراجيل، بيقدم اراجيل بس لغوه من 1 يولي هو شهر 7 ما بقى فيك شيء بالاماكن العامه، يعني ولا اي مكان حد يقدر يدخن هو يرجل او اي. البحر كثير قريب يعني بس تقطع الشارع تصير على البحر، بس هون الاماكن احلى من برا، فمشان هيك عم نصور من جوا. لما كان معي الكاميرا الثانيه كنت عم اجرب اصور صور هون طلعت كثير حلوه، فخلينا نفوت نستكشف شلون شكلها حلوه بس ما بعرف. هاي صايره مثل ساحه فيها اكثر من بار. جبنا مي، الجو كتير حار لدرجة مو طبيعية، المفروض الواحد يسبح بس لأن أنا ما بعرف اسبح عم اتمشى. احنا جينا من هونيك فهلا رحنا رايحين. الأحمر كتير مشهور، موجود بكتير كومونات كتمثال كبير. اكثر شيء موجود هون محلات البوظة وفل، موجودين بكل مكان تقريبا على اليمين وعلى اليسار بكل مكان، بس انا ما كثير بحبها يعني. خلينا نفوت على واحد هون 7-11 محل عادي مو مثل ما صور جو حطاب، فيه كل شيء الواحد يشتري هون، يعني محل عادي ما فيه يمكن غير كم سندويشة وما كل شيء الواحد يقدر يشتري. خلينا نفوت نجيب قهوة. الحين نسيت احكي انه كل المحلات تاكس فري هون، فهذا شيء حلو. هالتصميم هذول من افغانستان ما اخذوا قبول لجوء، مهتصمين وما بدهم يرجعوا على بلدهم حتى ياخذوا اقامه جديده. خلصنا تصوير الثاني بعد رايحين. وصلنا على البرلمان هون، بدي اصور فيديو للمقابله للشغل اللي حكيت عليه، راح ابلش احكي سويدي هلا، احط جزء قليل منه بعدين ارجع شيل الباقي احطه بفيديو ثاني. على الاغلب حيكون على قناه اليوتيوب الثانيه اللي هي حتكون بسويدي بس، حاحط الرابط تحت اذا حدا بده يشوفه، اذا حدا مهتم، شلون انا بحكي سويدي؟ طبعا بطلاقه ما في شك، في واحد حاط عليه ديك هون، نايس وورد. اندماج. شنا اظنيتي يا يقوم فرون سيريان يو فليت ريتي فيم اور سيدان فور اور بايمت فشتا اور فوكوتي هو. خلصنا تصوير بسويدي هلا بالعربي، صار وقت عندنا نتفلسف. الفقرة الرابعة كانت اسمها ميك ا جيفت، انه لما هلا صرنا بوقت في واحد سخيف برا عم يحكي وراي،
صرنا وقت انه لما حدا بده يتجامل الثاني يقول واو انت كتير كويس بهذا الشيء ليش ما عم تطلع منه مصاري، بينما انت بالعكس لازم يكون عندك شيء تسترخي لما انت تساوي وما تطلع منه مصاري. يعني قد ما حاولت ما تقدر تطلع منه مصاري، كتير كويس انه تشتغل بالشيء اللي تحبه، بس الشيء الاحسن انه تسترخي تعمل شيء معين ما تطلع منه مصاري مو ضروري. يعني صرنا ب 2019 فكل شيء معتمد على كليك بيت، يعني حتى لو انت عملت شيء عشان تعمل كليك بيت وتجيب مشاهدات، او حتى مثلا عملت شو ما عملت عشان بس يجيك مشاهدات والناس تحط لك لايك وشير وما بعرف شو، هيجي واحد مثلا اغبى منك يعمل شغلات اغبى من اللي انت عم تساويها ويروح عليك، تمام؟ هيجيك شوي اتنشن، بعدين بيروح الاتنشن هات وانت حتصير بالمقبرة تبع الفيسبوك اللي كتير كبيرة اللي فيها كتير شغلة، فلا تحاول. كان حلو هذاك. المهم ثلاثة، كل حدا عنده تعريف للنجاح. بالنسبة لي النجاح انه تساوي الشيء اللي تحبه بالوقت اللي تحبه بدون ما يجي حدا يأمرك يقول لك اوه لازم تساوي هذا الشيء هلا. بس بغض النظر عن هيك لازم تضل تساوي، شو كنت ناجح ولا ما صرت ناجح، لازم تضل عم تساوي شغلات خاصة للناس اللي تهتم أمك، امك، حبيبتك، حي الله شيء، تساوي لهم اشياء خاصة لانه هن الوحيدين اللي راح يهتموا بأمرك. ما صرت مشهور هن الوحيدين اللي راح يهتموا لك، فساوي لهم اشياء مهمة خاصة، ممكن هدول الاشياء تصير شيء بالحياة بعدين. ايام قصص قبل النوم قصيرة كانوا يعني يحكوها الناس لأطفالهم صارت قصص مشهورة والأكثر مبيعا على كل العالم، فلازم تفكر هيك. بس هذا كان الجزء الرابع من الكتاب، تقريبا خلصت 8 اجزاء، فحقدر اصور بكل فيديو هيك، فاللي حابب هاي الفقرة حتشوفها كتير بالفيديوهات اللي جاية. هلا بياخد على محطة تي سنترال اللي هي بالبلد، فهلا رايحين ورح نرجع البيت. كان فلوق اليوم، فإذا عجبكم لا تنسوا تحط لايك وتبعثوا لصديق من أصدقائك. شكرا كتير لأنه عم تتفرجوا، خاصة للعشرين واحد اللي عم يتفرجوا دائما. آخر فترة صارت نسبة المشاهدات أعلى بكتير من الفترة الماضية، عم يعلى عدد المشتركين. أنت كمان إذا مانك مشترك في كبسة تحت حمراء بيس عليها حتى تصير رمادية، وحاكون كتير شاكر لك. هذا الشيء بيعلي من قيمة القناة أو بيخلي اليوتيوب يشوفها، وإذا شفت الفيديو من أول لآخره كمان بيساعدني، حتى اليوتيوب يعمل ريكومنديشن للقناة للناس الثانية تشوف إنه هذا الفيديو كويس بيشوفه الناس الثانية. فشكرا إنك عم تشوف كل الفيديو. سلام.